سلام كتابي كان بوليشش أقري مولات أنا كان زماني عربي كتاب اللغة العربية للصف السادس الأساس الدراسة الكردية الجزء الثاني الوحدة الرابعة تمرين السادس عشر من التمارين والحروف صفحة 136 لابري سطو سيوشش. أجب عن أسئلة الآتية حول النص العازف الخفي لين ولان أبرسي عرانا دينو واني العازف الخفي. من هم شخصيات هذه القصة؟ دين ديرا شون جواب دينو علين شخصيات من هما كنانسين علين شخصيات 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 هذه شخصيات هذه القصة هم ديرا هما كدينينا إيرا امرأة ياخد نسين تواني بنسين ماريكا والرجل سيد شوبانة تواني بنسين وولد صغير تواني بنسين فردريك وولد صغير ديرا نقطة داني سيزاني ما تشون جواب دينو على شخصيات هذه القصة هم امرأة ورجل وولد صغير أطوان لجات امرأة بنسين ماريكا ولجاتي رجل بنسين سيد شوبان ولجاتي ولد صغير بنسين فردريك استدينا برسياري دوم أين تجري أحداث هذه القصة أين بوشون داني بوشون برسياركين ألين أين ألين أين اللي رنا نسينوا نسين تجري أحداث هذه القصة نتوم تيرو قريدة في البيت آفرين في بيت لمال قداني دينا برسياري كتر متى لربو كاتا بو زمان كات متى تجري كاتا كي متى تجري أحداث هذه القصة علينا أيضا تجري أحداث هذه القصة تجري أحداث هذه القصة بعد منتصف الليل دعي نيوي شو نقطة دانين دينا التمريني بستحوج هماشي وباسي أم باب التاكا ضع إشارة صح في المربع المناسب ثم استخرج من النص ما يؤكد جوابك. بما شعرت ماريكا عندما نظرت إلى البيانو؟ بالخوف، بالفرح، بالانزعاج، بالحزن. لمعنى هلب جيرين كاميان هوا بالخوف أحفرين. بالخوف باشا. استليرا دين تون جواب دينوا. علين شعرت بماذا نانسي؟ شعرت ماريكا عندما نظرت إلى البيانو فدبت في جسدها قشعريرة من الخوف. شعرت ماريكا عندما نظرت إلى البيانو بالخوف أطواني بلين بس ناو تيروكا كمان نسرع ودبت في جسد قشعريرة من الخوف يعني أطوانين شعرت ماريكا عندما نظرت إلى البيانو أطوانين بالخوف طايكين بالخوف ليرا لتيروكا كا أدبين وسر تيروكا كا تمشاكا ليرا لين فدبت في جسدها قشعريرة من الخوف فدبت في جسدها قشعريرة من الخوف ليرا خالطانين سيارتك كيف ذهبت ماريكا إلى غرفة نوم أصحاب البيت؟ شون ليرا شون روي ماريكا بو جوري نستني خاون مالكا علين مهرولة باكية ضاحكة متحمسة كامي هوا مهرولة عافرين مهرولة سكر عكر دنيك ذهبت ماريكا إلى غرفة نوم أصحاب البيت مهرولة. شون جواب دينوا
اما كيفنا نسين كيف وتمام اللي تشون بهن اللي ذهبت ماريكا الى غرفة نوم أصحاب البيت أصحاب البيت مهرولة كيف دقت ماريكا باب غرفة النوم أصحاب البيت؟ ها؟ شون لدرجة كيدا؟ دقا خفيفا دقا قويا يأخذ دقا متواصلا يأخذ دقا متقطعا علين كمان دقا قويا دقا قويا متواصلا بو. ليرا كيف كان إن شاء الله دقت ماريكا باب غرفة نوم أصحاب البيت دقا قويا متواصلا نسين دقت ماريكا باب غرفة النوم أصحاب البيت نجي دق دقا قويا متواصلا نقطة دانين دقت ماريكا باب غرفة نوم أصحاب البيت دقا قويا متواصلا أحسب سياريتي كمان ناوة للعباري ساتو سيوحاوت للعباري ساتو سيوحاوتش بسياريتي كمان بماذا شعر سيد شوبان عندما نظر إلى البيانو؟ بماذا شعر سيد شوبان عندما نظر إلى البيانو؟ بالخوف، بالفرح، بالحزن، بالارتباك. ليرا بالارتباك كما لم تشعر بالارتباك. عفرين بالارتباك. ليرا علين شعر. شون جواب دينو شعر السيد شوبان عندما نظر إلى البيانو بالارتباك سينجي بالارتباك برسياري بستو حو طوابو يستدينا برسياري بستو هاش برسياري بستو هاش همان شيو لسر و بابتارو ما نوع هذه القصة جوري ام تيرو كيت شون ضع علامة صح في المربع المناسب ليرا خيالية واقعية ياخد خرافية ليرا ما واقعية